على الحساب أدلة صلب المسيح. مرحبا بكم، أستأذنكم مشاركات لكل إخواتكم. مشاركات لكل الإخوة والأخوات. في كل حال أيوة، هذا الحساب الثاني، لأن الحساب الأولاني بيحاولوا يبندوا ومش هيعرفوا. أستأذنكم بقى مشاركة لكل الإخوة والأخوات عشان كل الناس تعرف. أنا حطيت سلام يا عم أخونا شريف. أستأذنكم بقى مشاركة لكل الإخوة والأخوات عشان موضوع النهاردة هام جدا وحيوي جدا 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 جدا، وهو موضوع أدلة صلب المسيح. موضوع مهم للغاية للغاية. استأذنكم على قد ما تقدروا شاركوا. نبدأ في الموضوع. سلام ونعمة أخونا يوسف، سلام ونعمة كل الموجودين معانا. سلام ونعمة لكل الحاضرين معنا. أشكر الله الذي أعاننا في أقل من كم يوم، 3 أيام 4 أيام، وصلنا لهذا العدد يا جماعة. حلو أوي يعني. افتح بس خلال 3 أيام تاني. حلو أوي بصراحة. لا الأكونت التاني شغال، بس بحاول أشوف إيه اللي حصل في البث يعني، عشان كنت حريهم على الآخر يعني، حطيتهم علمت عليهم آخر بس أوي يعني، أتكاد بصراحة. آخر بس ده أخدوا الطريحة مني يعني، رزعة تمام، رزعة تمام، بس كل الخير. بدل ما عندي حساب واحد، عندي حسابين أهو بوليس، وعملت فيديوهات على اليوتيوب لرد الشبهات حلوة جدا، نشت ومجهز مفاجآت. بس محظور بس غالبا أخير، لسه أشوف، هبقى محظر مؤقت. شو بدأي إشراف عناية يا قدس، عناية يا قدس. هو بيني وبينكم انا حاسس ان في غدر من جوانا، حاسس في غدر من المسيحيين نفسهم، ما اكذبش عليكم بصراحة يعني. موضوع البث الاخير ده غريب اوي، البث الاخير ده كان غريب جدا، غريب جدا جدا يعني. بس الاخراني كان فيه حاجات ومناقشات غريبة، بس يعني نشكر الله اتقضى على خير، والحمد لله عملنا اكونت تاني. الاكونت القديم موجود معايا برضه، شوف هقدر اطلع بيه امتى عادي، بس معنا الاتنين مع بعض. هتشوفوا ده، انت هتشوفوا حاجات على اليوتيوب، هتكشف لكم حياة الناس. اصبر بس، اصبر، شوفوا فيديوهات تعرفوا
مين اللي قلبه حلو ومين اللي قلبه مش حلو، مين اللي كان طمعان في التبرعات اللي كانت بتاخدها، مين اللي مش طمعان، وميزوا انتوا بقى. انا مش هقول حاجة، ربنا بقى كمان امين يبارك الناس البركة وتميزوا. دكتور راح كان يعني انا بصراحة مستغرب اخر، بس لقيت فجأة البلاغ على البث بطريقة غريبة جدا بطريقة مش طبيعية، مش طبيعية بالمرة. حسيت ان في غدر داخلي، خلونا نشوف الغدر الداخلي ده هيبقى مين اللي وراه. والغدر ده حصل معايا ومع اخ تاني مسيحي ورا بعض ورا بعض في يومين متواليين. الغدر ده حصل بيا وحصل فيه سلام على مشاني، حصل غدر مرتين، مرة بيا ومرة واحد تاني ورا بعض. في ناس كتير بتدوم مجد، بس مجد ذاتي، ما مش فكرة بس مجد ذاتي يا خلوص، المشكلة مش معاك فكرة مجد ذاتي حبيبي. انا قبل القرف اللي كان بيحصل على التيك توك ده ساب الاوت، بس البث لسه مش عارف اطلع منه دلوقتي، لسه حساب الاول مش عارف اطلع منه بس دلوقتي. يعني لما براجع نفسي وافكر ايه اللي بيحصل، لقيت ان فعلا في ناس بدها مجد ذاتي، في ناس بدها تخلي الناس كوبري لمصالحهم الشخصية، في شخصيات تانية كانت طمعانة في التبرعات اللي كانت بتيجي، وفي شخصيات تانية محترمة. حضراتكم بقى أنا مش هقول مين ولا مين ولا مين، حضراتكم تميزوا وتدوروا ده مين، ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، انتوا اكتشفوا. بس لما أقول لكم عارف نقطة، لو تشوف كام الحصة عندي كلهم جدع، صدقني جدع. لو قلت لكم ان انا سلام ونعم كروسيدر كان بيوصلني في البث دعم $100 في البث في المرة الواحدة قبل شهر 8/2021، هتصدقوا $100 في البث، $100 في البث. فيعني العملية ما وقفتش عند سلام ونعم وخسامير، سلام ونعم يا بنوك امين ربنا يكشف. $100 في البث الواحد شهر 8/2021، وبراجع فيديوهات وبشوف ده كان بيقول ايه، دول كان بيقولوا ايه، المجموعة دي كانت بتقول ايه، كام ده هو. هشوف عينيا ربنا يكون حاضر، وبحاول اشوف مين الحلو مين الوحش، مين اللي كان عايز يعمل غاغة عشان يقلل التبرعات عليا وعلى واحد تاني او اتنين تانيين كانوا بياخدوا التبرعات في الخدمة بطريقة كبيرة. هاي ربنا قادر يكشف، بس انتوا خليكم محللين لكل الناس اللي موجودة على السوشيال ميديا. وفي ناس تانية بتعمل بعضها كباري، يعني في اشخاص تانية بتعمل كباري فوق بعض حرفيا. نيجي في مواضيع الطوائف، يطلعوا لنا مواضيع الطوائف تاني. في ناس غلطة، في ناس غلطة، وفي ناس مش غلطة، في ناس بتدافع فعلا، فده حاجة غريبة. شكرا كروسيدر، ثانك يو. في ناس غلطين هما غلط، فكل واحد ليه أهداف معينة. انتوا ربنا يرشدكم مين اللي تدعموه، مين اللي ما تدعموش، مين اللي تعرفوا ان هو كويس، مين اللي تشوفوه مليون وش. في اشخاص بمليون وش حرفيا، انا في اشخاص على السوشيال ميديا دي لو شفتهم قدام وشي في الحقيقة خسارة فيهم البصاق، انا اسف. في اشخاص بمليون وش، وفي اشخاص تانية بشكر ربنا ان اتعرفت على عليهم في السوشيال ميديا. موضوعنا النهاردة بإذن الله هيبقى على أدلة صلب المسيح. سلام عليكم يا أندرو، أهلا بيك. أنتوا كله عارف أكتر حاجة من الفيديو اللي محطوط ولا منين؟ إيه؟ ولا من هنا؟ يعني عرفتوا بعض ولا من الفيديو اللي أنا حطيته على الأكونت الأولاني؟ صح؟ غالبا. دكتور ليه في قانون اليمن النقاوي وهو عبارة جوهر الآب مولود في مجمع قسطنطينية اتعدلت ليه؟ بقت إيه يعني؟
مولود من الآب من الجوهر. أنت قصدك تقديم وتأخير؟ هي تقديم وتأخير هنا مش هيفرق أي شيء. قصدي من جوهر الآب مولود، يعني من نفس الطبيعة كرولوس، يعني مش هتفرق فيها أي مشكلة هنا. لا، تقديم جوهر الآب على المولود أو العكس، لا مفيش أي مشكلة خالص بتاتا، مفيش أي مشكلة هنا خالص، مفيش أي مشكلة خالص. تقديم ده على ده أو ده على ده مش هتلاقي أي مشكلة، لن تجد أي مشكلة بتاتا، لن تجد أي مشكلة بتاتا. بس الصيغة اتغيرت ليه؟ لأ، ما هو حبيبي قلب جوهر الآب مولود أو مولود من جوهر الآب عادي، نفس المعنى يا كولوس، نفس المعنى. أرجع لك أبص للترجمة، برضو أبص للترجمة اليونانية أشوف. وربنا يحفظك، يعني كده جماعة كويس، دماغك كويس. أنا عملت بس النهاردة، بس كان خفيف شوية، حوالي نص ساعة، ده التاني بس اتكلمت فيه عن أدلة صلب المسيح من بعض الآباء زي القديس كليمنطوس الروماني، القديس بوليكاربوس، والقديس إغناطيوس الأنطاكي السوري. هكمل. شالت كلمة جوهر، طب اديني امهلني فترة ادور عليها، لان صدقوني يا جماعة يعلم ربنا انا مش مقرص، يعني الكنيسة ما بتصرفش عليا، يعني محدش في الكنيسة منهم بيديني قرش، انا راجل ليا عملي نشكر الله، وبعمل الموضوع ده بنعمة ربنا قدر الامكان خدمة. فمواتي يعلم ربنا مضغوط، وانا في الكليريكية اصلا كنت يعني عملت مجهود فوق الواقع، يعني فوق الطبيعي، فنشكر الله حتى لو ما خدتش حقي كما ينبغي، ولكن نشكر الله يعني وجودي معاكم منبسط مبسوط. تقفل الجست دي، عايز تطلع يا باشا تشرف، عايز تطلع يا باشا تشرف، وحب تطلعوا تسألوا تشرفوا. يعني وحشتوني، اهلا. حسابي حصل كده حاجه غريبه في البث، فجاه كان في مسيحيين وكان مسيحيين، وحصل هجوم بطريقه غريبه قوي، يعني حصل بطريقه غريبه، يعني فجاه لقيت الحساب ما بيعملش، بس صرفت، بس مكمل يعني ما تقلقوش اهو. فأقل من 4 أيام الأكونت طلع، أشكركم كلكم اللي تابعوا قبل ما نكمل 1000، واللي بعد ما تابعوا بعد ما نكمل 1000، ربنا يعوض الجميع يعني. بس من فضلكم يعني رجاء شاركوا البث لكل الإخوة والأخوات عشان يعرفوا تعيش. ربنا يبارك، ربنا يبارك. هنتكلم بقى، احنا قلنا بص هقول لكم التاريخ بس وهتراجعوا، هقول لكم خلينا نقول الموضوع من اوله عشان مش كتير كانوا حاضرين في البث الاولاني. بص ببساطه، في ادله، الادله اللي بنحتاج بيها ضد الناس الغير مسيحيين لازم تكون بره الكتاب المقدس اصلا عشان يبقى فيه يا رد عليه. دو استاذنك حط السؤال على اليوتيوب من فضلك يا جماعه، رجاء محبه يعلم ربنا بزعل قوي، قناة اليوتيوب دي متعوب فيها جامد قوي، فمن فضلكم من فضلكم ما تبخلوش ان انتوا تعملوا تعليقاتكم على اليوتيوب في الوقت بتاع البث ده وبره وقت البث، لان بيفرق كتير جدا في توصيل المعلومة للناس ونشر القناة حرفيا بدون مجاملة. قناة فيها 4700 فيديو في مجال العلوم المسيحية ومهم متخصص، الدعم فيها قليل. ليه المشاركات ليه قليلة ليه؟ نبدأ موضوعنا. هو يمين يميني معصود بها القوة، قوة الله، يعني في كامل مجده، في كامل مجده، وهو إنسان ما كانش باين كامل مجده إلا ببعض الأحداث.
كويس كويس، تحديث حلو ده، بيعرف مين اللي جه وعن طريق مشاركة مين. كويس يا جماعة، أخونا يوسف مشارك كويس أوي. هناخد الأول القديس كليماندوس الروماني اتنيح 101، ويقول القديس كليماندوس الروماني عن صلب المسيح: انعموا بالتدبير الذي صنع الله من أجلكم، وامتثلوا بتدقيق بكلماته، وامتلأوا داخلكم بأعماله بتعاليمه وبآلامه التي وضعت نصب أعينكم. ودي في رسالة القديس كليماندوس لقرنثوس الفصل الثاني في آباء ما قبل نيقيا صفحة 15. شايفين بقى آباء نيقيا وما قبل نيقيا والكلام اللي كنت بقول لحضراتكم عليه؟ أهو ده، أهو ده، ده دي التفسيرات، ودي التسليم المستلم من الكنيسة، ده التسليم المستلم جوه الكنيسة. هنا كتب القديس كليمنطس عن آلام المسيح بحيث المؤمنين يضعوها قدام عينيهم ويمتلوا داخليا بتأثيرها في نفوسهم. تمام، هنلاقي بعد كده يقول: دعونا ننظر بثبات لدم المسيح وكم تكون قيمته الثمينة عند الله، هذا الذي أريق لخلاصنا وهب نعمة التوبة أمام العالم كله. وهنا بيتحدث القديس كليماندوس عن قيمة دم المسيح وفعاليته في الخلاص. بعد كده يقول: لأن الفداء يجب أن يتدفق من خلال دم رب يسوع لكل هؤلاء الذين يؤمنون ويترجون الله. بعد كده يؤكد القديس كليماندوس على أن الفداء يمنح فقط من خلال دم المسيح ولا أحد غيره الخلاص. ويقول كمان: فلنمجد الرب يسوع المسيح الذي وهبنا دمه. في كمان فكرة يا إخوة، عشان إخواتكم اللي معاكم على الأكونتات الحسابات، اللي حابب يعرف الناس ممكن بالمشاركة، ممكن تطلعوا جيست، فكل اللي عندكم يشوفوا البس. تمام حضرتك. طب ثانية يا بنو، حاضر هتطلع، بس اكتب السؤال على اليوتيوب. مايكل، ايوه بص، نجاوب الاسئله الاول على اليوتيوب. الاسئله على اليوتيوب، السؤال بتاع يمين الاب، يمين الاب يا جماعه ببساطه جدا مقصود بيها كامل المجد وكامل العظمه، كامل المجد وكامل العظمه والقدره والجبروت والمجد، لان كان المسيح ظاهر في صوره عبد صغيره في شبه الناس وقتها حتى الموت وموت الصليب، فكان الناس بتنظره ازاي، ومع ذلك هو اثبت طبيعته النسوتيه وطبيعته اللاهوتيه من خلال كل الأفعال اللي كان بيعملها. جميل، هقول لك يا بنوب، هقول لك بس خلص النقطة دي. فهو حاليا بكامل مجده، واضح بكامل مجده، مش في الصورة المخلى فيها المجد، مش في الصورة المخلى فيها المجد. وده فكرة في نقطة عن يمين الآب أو يمين العظمة، دي الفكرة إن هو في كامل مجده، في كامل مجده. يا بنوب أستأذنك، حط سؤالك على اليوتيوب يا بنوب، ما تخمش ما تخمش يا بنوب، اوعى تخم، اوعى تخم، عشان أنا هجاوبك إجابة حلوة. بطل خم، بطل ايه، بطل خم. اريد استفسار عن موضوع، استفسار عن موضوع لكن خارج هذا الموضوع، ممكن جيرماني، بس حضرتك حط لو سؤال، حط السؤال على اليوتيوب على القناة دلوقتي وانا هجاوبك واحنا في البث. انت عارف مين اللي نقل الآية؟ عارف. بص حبيبي، أنا في الكلية الإكليريكية تم التلاعب في درجاتي في الإكليريكية دغري، قلت لك أهو على الملأ، بس كويس إن إحنا ماسحين في بعض. ماشي،
انت عارف يعني ايه يتم التلاعب في درجاتي جوه الإدراكية بعد دفاعي عن ابونا اشعياء وابونا فلتاوس ورفضي لبعض السلبيات اللي بتحصل في المجتمع الكنسي بصفة عامة. ماشي، ده ببساطة يعني. دوري أصلا يعني، فيعني أي سلبية تشوفها في الكنيسة رد، بس الطريقة ما تتاخدش عليك، رد بس الطريقة ما تتاخدش عليك. تم التلاعب وعملت مشكلة جامدة ومش هسكت يعني. يعني هو يا جماعة يعني لازم يبقى في مجمع كنسي يعني هو اللي يقر حاجة زي كده. سلام المسيح. سلام ونعمة. أخي عندي سؤال استفسار، أريد أراك أخبر. أولا بتقول أنت مسيح. أنا مسيحي. تمام، يعني تؤمن أن المسيح هو الله؟ المسيح هو الله الظاهر في الجسد. نعم، علي صوتك بعد إذنك. المسيح هو الله الظاهر في الجسد. تمام، ولا تؤمن بأي ديانة بعد المسيحية، صح؟ لا أخي، سؤالي هي عن عادة سرية. ايوه، مالها؟ تمام، في المسيحية ممكن نقول انها حرام، السيد مسيح حرمها. العادة السرية تعتبر كأنها زنا صح فردي. صح إذا الرجل وصل عمره إلى 35 سنة وما فوق، وما عنده إمكانيات، ما عنده مال، ما عنده بيت، ما عنده إمكانية الزواج، وعنده شهوة، ماذا يفعل؟ سؤال جميل. هو عشان البني آدم يعرف يتجوز لازم يبقى معاه ايه؟ محتاج قد ايه فلوس عشان يتجوز؟ محتاج شقة، محتاج يصرف الشقة، يعرف يجيب شقة إيجار، صرف يشتري بالفلوس بتاعة المرتب. ايه، ما عندوش ان هو يشتغل ولا عنده اي حاجة في اي حاجة؟ إمكانية ما عنده، يعني إمكانية، يعني وصل عمره إلى حد وعنده نقص في الشهوة، وما عنده إمكانية مال، أو يعني مو متوفر عنده هاي الجو الزواج. يتجوز أجنبية، الدولة هتصرف عليه. أوعى تصرف عليه وعلى مراته وعلى عياله، ده هو مش قادر أصلا يدفع ولا قادر الفلوس. والجواز بالأجنبية ما يبقاش في حد ذاته إن هو عايز يتجوز الأجنبية لمجرد الجنسية ومجرد إنها تصرف عليه الدولة، لأ، يتجوز أجنبية لغرض إن هو عايز يشبع نفسه بطريقة حلوة، وفي نفس الوقت هيحترم الشخصية اللي هيتجوزها، مش لمجرد إن هو هيتجوز أجنبية وبس. فاهم قصدي؟ إذا ساعتها موضوع مو الأكل والشرب والسكن مفيش فيه، ما بيعلوش هناك هم يعني. بس هل هذا علاج؟ علاج. عندي أصدقاء كثيرون يقولون إن طبيعة الذكر عندما يستفيق من النوم تصير عنده انتصاب، يعني ما هي محرمة، كيف يفرغ طاقته؟ ما يعرف. ايه في فرق طاقته؟ ما هو بص، عشان يعمل كده بيحصل انتصاب ويحصل الكلام ده كله، المفترض ان هو يعمل ايه؟ يقلل من الأطعمة الحريفة اللي هي فيها شطة وفيها توابل وحاجات اللي زي كده، يقلل من شرب المية قبل النوم، ولما يجي عليه حرب العادة السرية ينزل ويسيب البيت وهو قاعد لوحده، يفضل يبقى قاعد مع الناس. ساعتها هتضيع منه الحرب دي خالص. وأهم من كل دول الصلاة، ده الحل العملي، صلاة
ما ياكلش أطعمة حريفة أو يقلل منها قبل النوم، ما يقعدش لوحده، يقلل من شرب المية. إذا عمل هاي كل الأشياء وصارت عنده انتصاب شنو يسوي؟ استمر. يروح لدكتور، جايز تكون هرمونات الذكرية زيادة عن اللزوم، زيادة فوق الطبيعي، هي يحتاج ياخد أعشاب، يحتاج ياخد حاجة تهبط الموضوع، ما تبقاش الدنيا بزيادة. هي الطبيعية عند الذكور هرمونات الذكورية تصعد بالصباح، هي طبيعيا. حبيبي حبيبي، في الحاجات الطبية والكلام ده مفيش حاجة اسمها أصل كل الناس زيها زي بعض، لا مش كل الناس زيها زي بعض. الطبيعي إن أنت شفت حاجة زي كده عند حضرتك أو عند حد، بيروح يشوف دكتور الموضوع ده زيادة عن اللزوم ولا لأ، ولما يشبعه يشبعه بطريقة سليمة. الطريقة السليمة إن هو يتجوز، الطريقة السليمة يتجوز، الجواز سهل ما فيش أسهل منه، من حيث اللي عنده شقة ملك تمام التمام، عنده شقة إيجار تمام التمام، يبقى عنده شغلانة يعرف يصرف على نفسه، ما عندوش استعداد لكل ده، بس برضه عشان يتجوز أجنبية لازم يكون واحد محترم تقدره وهي تحترمه الشخصية الأجنبية عشان ترضى تتجوزه، أما الأجانب مش بياخدوا أي حد برضه. فده الحلول اللي أنا أعرفه. سلام ونعمة يوسف أشوري، أهلا بيك، وتحية لكل الأشوريين يا جماعة. عندكم السنة النهاردة السنة الجديدة الأشورية، صح ولا أنا غلط؟ عندي أخويا أخي دكتور طبيب، سألته عن هذا آه الموضوع، هو قال لازم طبيا إذا صار لك عندك هذه المشكلة لازم أسبوعيا مرة أو مرتين لازم تفرخ، ما يصير يعني راح تصير عندك مشاكل سرطان بالبروستات، هيك شغلات لازم يكون حبيبي، عمل هو التفريخ. طب سؤال سؤال، يعني هو كل الناس اللي في العالم كلها لازم تعمل عادة سرية؟ هي معظمهم اكيد، لا مش أكيد، لا اكيد، مش عندي معظمهم، اصدقاء كل بالظبط معظمهم. عندي اصدقاء كلهم يمارسونه ما عدا انا، لان أنا انسان متدين يا مؤمن بالمسيح اكثر. أديك قلتها، أديك قلتها، مش كل الناس بتعملها، بس احنا خلينا بقى في اللي الناس اللي بتعملها. الناس اللي بتعملها تقللها ازاي؟ تقللها، يا اما جالك الظرف ده يبقى الواضح بعيد، الناس تبقى تبعد عن المكان ده، ما تقعدش لوحدك فيه، تقلل من شرب الميه، تقلل من الاطعمه الحريفه اللي هي الشطه والحاجات اللي زي كده والتوابل، وتبعد طبعا عن اي افلام او اي مثيرات، تبعد عن الحرب من اساسها. والله أنا أقرأ تبقى إنجيل، حاضر أقرأ كتاب مقدس يوميا، أصلي، أصوم، دائما أستمع إلى ترانيم، إلى وعظات، بس هار تجيني هاي الحالة، هار تجيني، يعني هي مستمرة. انا بقول عشان الوقاية منها قلة شرب المية قبل النوم، اللي بيزود الانتصاب في الدم شرب المية، فبيزيد الدم جوه الأوعية فبيحصل انتصاب على طول، بيحصل استثارة. طب ما تقفل الحرب دي من البداية جسديا، ان نفسيا الاول ما يتفرجش على حاجة مثيرة، يبعد عن المعصرات، وبالنسبة للأكل والشرب ما ياكلش الأطعمة اللي تثير. يعني ما حدش يروح ياكل جمبري ويقول لي أنا مش هعمل عادة سرية لو هو مش متجوز وقاعد لوحده، يعني انت ولا واحد ياخد برشامة فياجرا وهو قاعد لوحده، في ايه يا جدعان؟ فاهم قصدي؟ ما تبعد عن المثيرات، ده الأساس، وربنا اللي عندي يدي الإرادة، هو ربنا اللي قادر يدي الإرادة والنعمة الواحد ينتصر على الخطية، ما حدش من غير ربنا محدش يقدر يعمل حاجة. أنا عندما مارستها أول مرة كان عندي عمر 6 سنوات، ما حد قال لي في ذلك الوقت هذا محرم، طفل تمام، صغير، ربنا كنت أحرك نفسي على السرير وصارت عندي هاي العادة ومارسها ماشي، ربنا يوميا. متغاضين عن أزمة الجهل. الأزمنة اللي فيها جهل اللي أنت مش عارفها ربنا ما بيحاسبكش عليها، ربنا بيحاسب على المعرفة. من بعد المعرفة عملت إيه؟ عرفت إزاي تبعد عنها وما بعدتش ولا لأ؟ ايه انا بعدت فأبوك كان عنها، عمره 6 سنين، إزاي بلغ عمرك 6 سنين؟ أنا مش عارف. انا وصلت لعمر محدد
تركتها، بس عندي يعني هي ترجع أقوى 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 أقوى. سنة بعد أستطيع ورا كل سنة. شيء في المسيح الذي يقويني. من غير المسيح مش هتعرف تعمل حاجة، ولا أي حد فينا يعرف يعمل حاجة. وممكن سؤال اخر، وليش يعني ليش انت تحكم على كل الذكور على انكم على انهم نفس نفس الشخصية عندك؟ انا ما عندهم قلتش كده، ذكور عندهم ضعف في هذا الموضوع، شنو ذنبهم؟ ما قلتش كده، انا ما قلتش كده، معظم انا قلت الذكور كل عندهم هاي حاجة المشكلة. حبيبي. انا قلت معظم الذكور ده لما نكون، انت شفت معظم الذكور، انا شفت معظم الذكور، الكلام ده لو انت عامل احصائية معينة لعدد معين من الناس، احنا مش عاملين عدد معين، انت عامل احصاء لان كل الناس اللي عملوها والناس اللي عملهاش، اكيد لا، فاهم قصدي؟ بس انا سويت احصائيه الاصدقاء اللي عندي، الله وضع ماشي، امامي اصدقاء، انا الإحصائية دي سالتهم هذا السؤال، هم يمارسون، عندي مؤمنين يمارسونها، مؤمنين ماشي، مؤمنين تمام مؤمن ماشي. يعرفون الرب، لكن عندهم مشكله بهالنقطه من النقطه. أنا بقول لحضرتك دي عينة شوية، يعني عدد معين من الناس، مش كل الناس، من مليارات الناس، يبقى ما برضو مش إحصائية يعتمد عليها في أبحاث وحاجات زي كده. ربنا هو اللي قادر يدي السند أهم من أي حد. بس إذا إنسان وصل إلى عمر معين وما عنده حظ بالزواج، يعني ما هو ذنبه؟ حبيبي مفيش حاجة اسمها حظ ومش حظ. بص، دي شماعة الشيطان بيخلينا نعلق عليها يعني كلامنا رزق في عشان الحياة، نستمر في غلط. رزق. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده، كتر بس عليا. في إذا حاجة أنت اسمها ما كده، إذا في حاجة أنت ما اسمها وف إذا أنت ما وفقت أن ترى امرأة في مستقبلك، شنو غلطك؟ ما في مليون وفقت، امرأة ما وفتش على امرأة واحدة يعني. ما وفقت، صار عندك مشكلة، ما وفقت، حالة تروح نفسية أو لحد مشاكل تشوف حد تاني، مشاكل حياة. تخرج من الحالة النفسية وتشوف حد تاني، يبقى عندك إرادة، يبقى عندك إرادة، شوف واحدة تانية وتالتة ورابعة، أكيد في واحدة هيكون في توافق ما بينكم وما بينكم انتوا الاتنين، وهتقبل إن هي تتجوزها. إذا ما صار هذا التوافق، حاول ما أنت صار عايز هذا التوافق، شنو ذنبه؟ تصلي، بتصلي كل قد إيه؟ أنا الصباح أنه قبل النوم أصلي، بتصلي صلاة الستار ولا لأ؟ أي مشكلة؟ أنت قبطي أرثوذكسي، أنا غير من غير طائفة، أنت من شوي كنيسة عندنا. إيه؟ أنا أتبع الكتاب المقدس، أيوة من كنيسة إيه يعني؟ أزور كنائس أرثوذكسية في نفس الوقت أتبع كتاب مقدس، أنت كنيسة تابع كتاب، لكنيسة إيه؟ كنيسة كتابية طب بيسمونها كنائس كتابية، اللي هي كنيسة ايه؟ هي اسمها كنيسة كتابية. كنيسة ايه؟ يقول لك كنيسة كتابية، مش عارف اسم الكنيسة ولا عارف صفتها. لا صلاة، أيوة عايز غربا يا جدع في طريقتهم، هيجي بيقولوا إن هما مش مسيحيين وريحونا، لكن ملفوش ويدوروا علينا بقى. مفيش واحدة في الدول الأوروبية بيدفع ربع جنيه لواحدة، هما مش هيكونوا مع بعض في كل شيء. أه ده حقيقة. سلام ونعمة مارك وكاريوس. مفيش أسهل من الجواز في الدول الأوروبية. اه بس لما تكون واحد خلاص كده، هي مالت ايه ايديها منه وهو مال ايديها من دي منها، بس صعوبتها بس ان انت تدور على واحدة تكون فعلا محافظة على نفسها. اسلوب السؤال صح، معاك حق، اسلوب السؤال، طريقة العرض، نفس اللي حصل في البث الأخير، البث الأخير نفس اللي حصل.
قم بنفس الطريقة، لف ودوران. كنيسة تجريبية، كنيسة تبية تعترف بكل إنسان يعترف بالمسيح المخلص. تبع طائفة إيه؟ طائفة إيه؟ طائفتها ايه؟ طائفتها ايه؟ ملتها ايه؟ بتكلم كلام غريب انت مش عارفه طبعا، لو انت مسيحي كنت هتبقى عارف. يقولون انجليه؟ يعني انت مش عارف انت بتحضر في كنيسة ايه؟ ربنا يرزقك عروسة يا عم، ربنا يرزقك عروسة. إن كنت مسيحي أو مش كنت مش مسيحي، ربنا يوقف إن أنت تتجوز طول عمرك، عشان الحركة اللي أنت عملتها النهاردة، وإن عايز تحارب عقيدة لمجرد إن مش عاجبك في المسيحية شيء. أنت حر، المسيحية هي الديانة الأصلية اللي هتوصل السماء، المسيح هو ليس أحد غيره خلاص. كنت مسيحي ربنا سألك طريقك، كنت مش مسيحي ربنا فعلا يوقف طريقك عن الجواز عشان تدوق الإجابة اللي أنت جاوبتها النهاردة. أنا كده عداني العيب يا جماعة، بدعيله لو هو مسيحي فعلا ربنا يفرحه، مش مسيحي وجاي بيكذب ربنا يحاسبه. انت اخطأت في طريقة عرضك للموضوع، اخطأت جدا. اولا انت بتقول انجيلية، ما كنتش عارف تقول هي مين اصلا، كنيسة ايه. بالعكس انت قلت بعين الصبر، ماشي انت قلت اعتبر انت قلت بعين الصواب. اطلع قول لنا قانون الإيمان، اطلع قول لنا قانون الإيمان حالا. سألك في قانون الإيمان، اطلع قول قانون الإيمان، اطلع قول قانون الإيمان. يلا اطلع قول قانون الإيمان. يلا اتفضل، مش انت بتقول انت مسيحي؟ اطلع اول قانون الايمان. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، الخالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في يوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجد يد أحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة خطايا. آمين. ننتظر قيام الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين. هذا قانون الإيمان. ايوه، ايه الفرق ما بين قانون الايمان اللي ما بين الكنائس وما بين الكنيسة الأرثوذكسية؟ الكنيسة الأرثوذكسية تؤمن أن الروح القدس منبثق من الآب، الكنيسة الكاثوليكية تؤمن بأن الروح القدس منبثق من الآب والابن.
ده انت قلت الأرثوذكسية والكاثوليكية، فين الكنيسة الإنجيلية؟ كنيسة الإنجيلية نفس الأرثوذكسية، عندنا نفس هي نفس الأرثوذكسية. يا أخي أنا أزور كنيسة أرثوذكسية عندي أرمنية، زرت مرات كنائس أرثوذكس أرمنية، وزرت مرات كثير كنائس إنجيلية عالمية، كنائس كتابية الذي تعتبر إنجيلية، لكن هم يطلقون أنفسهم كتابين وغير إنجيليين. تمام أنا مسيحي، لا تدين حتى لا تدان. ماشي. لا انا مش بدينك، انا ما قلتلكش انت بدينك دلوقتي. انت بتسأل في سكة بطريقة غريبة، مع ان كتابيا الرهبانة موجودة في الكتاب المقدس. يوحنا المعمدان اتجوز ولا ما اتجوزش؟ هو لم يتجوز، لم يتزوج. في النت ولا الغاز دي ولا ايه؟ صار في حاجة في النت. المسيح تجوز بس اللي هي ما اتجوزش، يوحنا المعمدان ما اتجوزش صح؟ هل ليا شفت ليه عروسة؟ يوحنا المعمدان شفت ليه عروسة؟ أكيد لا، المسيح ما اتجوزش، أنا كتابيا موجود. نكمل موضوعنا يا جماعة، نكمل من قديس يوستينوس الشهيد. قديس يوستينوس الشهيد قلنا كنا مكملين، آسف كنا مكملين الأول، قلنا قديس فلاندوس الروماني، بعد كده قديس بوليكاربوس اسقف ازمير. قال: ولان ايمانكم اصلها راسخ ومنطوقكم به منذ ايام كثيره مضت حتى الان، وما زال يؤدي ثمرا متزايد لربنا يسوع المسيح، الذي تالم حتى الموت بسبب خطايانا واقامه من الموت حالا رباطات القبر. وهنا بيمدح القديس بوليكاربوس إيمان أهل فيلبي، ذاكرا آلام السيد المسيح التي حملها حتى الموت ثم قيامته من الأموات. ويقول: من لا يعرف أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد فهو ضد المسيح، ومن لا يعترف بشهادة الصليب هو من الشيطان، ومن يحرف كلام الرب وفقا لرغباته بنكرانه القيامة والدينونة هو فكر إبليس. يعني كده بيوضح هنا القديس بوليكاربوس إن اللي ما يعترفش إن المسيح اتصلب يكون ده من الشيطان، يكون من الشيطان اللي ما يعترفش إن المسيح اتصلب. نكمل بعد كده، خلصنا من النقطة دي يا جماعة، خلصنا من النقطة دي، خلينا في موضوعنا الأساسي محدش يغلوش علينا. قلت لك المسيح ما اتجوز، ما اتجوز يوحنا المعمدان ما اتجوز، كتابيا الرهبانة موجودة. ما يغلوش علينا، ما يغلوش تاني في السؤال ده، ميوت. احنا جاوبناك، يوحنا مسيح ليا التلاتة ما اتجوزوش. تحب ناس تانية نجيب ناس تانية من الكتاب المقدس، مش دلوقتي. أنا فاهم هندي ولا إيه؟
انا بتكلم هندي ولا ايه؟ ما قلت لك خلاص يعني جاوبناك. اعملوا له ميوت يا جماعة، لو زودها اعملوا بلوك. مش طالبين مسيح، مش مسيح. انا جاوبناك. القديس مطرش انطاكيا، اسقف انطاكيا في سنة 30 لسنة 110. ماشي، انا جبتك عن نفسك وعرفتك تعمل ايه. خلاص، القديس اغناطيوس الانطاكي بيقول: اني اريد ان انبهكم الى ان ولاده يسوع المسيح والامه وقيامته في عهد بيلاطس البنطي هي امور حقيقيه وقد تمت بكل تاكيد، فيجب ان لا يحيد اي منكم عن هذه الامور التي للمسيح الذي هو رجعنا. ومنبه هنا القديس اغناطيوس على حقيقه الام وموت المسيح، وبيذكر ان هذين الامرين تم فعلا في عهد بيلاطس البنطي، اي انه بيقر الحدثين بعصر الوالي الحاكم ليقدم قراءة لصحه اللي ذكر الكلام ده. قديس اغناطيوس في انطاكيا من 30 ل 110. وبيقول كمان: امجد الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي منحكم به مثل هذه الحكمه، فقد ادركت انكم قد بنيتم بايمان ثابت كانكم مسمرون الجسد والروح على الصليب ربنا يسوع المسيح ومؤسسونا في المحبة من خلال دم المسيح. وهنا بيشير القديس لأيمان أهل سميرنا ثابت جدا، وكأنهم نفسهم مسمرين مع المسيح على الصليب. يقول كمان: صموا أذانكم عندما تسمعون كلام مغاير عن يسوع المسيح الذي هو من نسل داود وأيضا من العذراء مريم، الذي حقا وأكل وشرب حقا واحتمل الآلام على عهد بيلاطس البنطي وصلب حقا، والسمائيين والأرضيين من تحت وهم من ومنهم من هم تحت الأرض، وقام أيضا من الموت. دي أدلة تاريخية. هنا القديس أغناطيوس بيطلب من أهل تراليان إن يقفلوا ودانهم عن أي كلام لأي حد مهرطق، وبيختلف عن الإيمان المسلم ليهم. اللي هو إيه الإيمان المسلم ليهم؟ بيشمل 3 نقاط: يسوع المسيح ابن داود ولد بالحقيقة من مريم العذراء وأكل وشرب إله جسد حقيقي مش جسد خيالي، ألم حقيقة وصلب في عهد بيلاطس البنطي على مرأة من السمائيين والأرضيين. 3: قام أيضا بالحقيقة من الموت، وهو تألم هكذا بإرادته لأنه كان يجب أن يتألم على الخشب. كمان بيأكد في رسالته على أن السيد المسيح اتألم على خشبة الصليب بإرادته وحده، فبيقول فيها: إذا كان ابن الله الذي هو رب كل شيء وديان الأحياء والأموات قد تألم ليحيينا بجراحه، فلنؤمن أن ابن الله لم يتألم إلا من أجلنا. وأكثر من هذا، فعندما ثبت على الصليب أعطي ليشرب الخل مع المر، لقد قدم نفسه ضحية عن خطايانا، قدم جسده وعاء الروح، وبهذا تحقق تماما الرمز الذي كان في إسحاق حين قدم على المذبح. أشكركم طبعا لوعيكم الخطير جدا هذا. البس بيشير طبعا صاحب الرسالة هنا 3 حقيقة برضو مهمة: إن المسيح تألم، ابن الله رب كل الأشياء يحيينا بجراحه، هو رب كل الأشياء إله الكل. تألم ابن الله من أجلنا وعلق على خشبة الصليب وسقي خلا ومرا. 3: قدم ابن الله نفسه ضحية لأجلنا. حاجة أكمل بس ادوني 30 ثانية بس، رجاء مشاركات للبس، عايزين نكمل الموضوع شيق، وعايزين قبل ما نخلص نيجي أسبوع العلم ويخلص نكون خلصنا الكلام على أدلة صلب المسيح. المسيح لم يشبه لهم أنه صلب، صلب حقا.
في صباح الأحدي قام رب المجد ناصر شعبه للآب. كمان سيرون في هذا اليوم، والمقصود هنا يوم القيامة العامة، متسربلا بثوب قرمزي حتى قدميه، ويقولون ليس هذا هو من طعناه وحقدنا عليه واستهزأنا به وصدمناه، حقا هذا هو الذي أعلن ذاته أنه ابن الله. يعني المسيح قال كده، مش بس جوه الكتاب المقدس، جوه التاريخ موجود. ويشير هنا في رسالته إلى اليهود ويقول ما فعلوه مع المسيح فقد حقدوا عليه واستهزأوا به وطعنوه وصلبوه، وإنهم يتذكروا كل ده لما يشوفوه. وكمان جه فيها بخشبة الصليب يقيم يسوع ملكوته لكي يحيي أولئك المؤمنون به إلى الأبد. وطبعا الكلام ده يتفق مع إن الرب ملك على خشبة وثبت المسكونة فلن تتزعزع. وفي جلستنا ده بتقول لحن بيكسرونوس كرسي يا الله إلى ظهر الدهور قضيب الاستقامة قضيب ملكك، المقصود بالقضيب السولاجان يعني. خامس قديس يتكلم عن صلب المسيح القديس يوستينوس الشهيد من 167 ميلادي. بيقول القديس يوستينوس الشهيد، هنفتح الشباك ونعرف بعد ما نفتح الشباك. يقول نحن ندعو ربنا يسوع المسيح المعين والفادي الذي بقوة اسمه ترتعب الأرواح الشريرة، متذكرين هذا اليوم الذي فيه طردوا وقهروا باسم يسوع يوم صلبه. بس بيقطع شوف المشكلة منين كده. البث شغال تمام روبي مام، البث كده شغال تمام، منورينا يا جدعان بجد يعني، انتوا كده يعني ناس جدعان اوي، شرفتونا كده مع بعضيكوا كده في البث. طبعا اخ افرام هو حتى حضر معانا البث اللي فات على هذا الحساب. عايز اشوف بس كده البث رجع تمام عشان التقطيع مش حلو في الموضوع ده بالذات. يا الله يا الله، يا الله. قولوا لي يا جماعة تمام ولا مش تمام، واعذروني لأن دلوقتي في حاجة. اللي بيقول إن المسيح ما اتصلبش كأنه بيقول القمر مش موجود ولا الشمس، صح. شكرا أخونا جمال، شكرا، أنا جاوبتك وخلاص كده يعني، الموضوع عدل على خير. ماشي نكمل موضوعنا، نكمل موضوعنا. قديس يوستينوس يقول نحن ندعو ربنا يسوع، ربنا يسوع المسيح المعين والفادي الذي بقوات اسمه ترتعب الأرواح الشريرة، متذكرين هذا اليوم الذي فيه طردوا وقهروا باسم يسوع يوم صلبه على يد بيلاطس البنطي والي اليهودية. ويشير قديس يوستينوس الشهيد هنا إلى يوم صلب السيد المسيح على يد بيلاطس البنطي، واللي حصل اليوم ده من هزيمة نقراء للشيطان. ويقول هذا الرجل المصلوب مشير للمسيح يعني، كان مع موسى وهارون وتكلم معهم في عمود السحاب.
وبعد ذلك صار إنسانا وصلب وصعد إلى السماء، وسيأتي ثانية إلى العالم ويجب أن يعبد، ويجب أن يعبد. وهنا الشهيد يوستينوس بيقول إن المسيح ظهر في العهد في شكل عمود السحاب لشعب إسرائيل، هو اللي اتجسد في ملء الزمان وصلب وصعد السماء، ويأتي بعد كده في مجيئه. سلام يا مسيوش، يا هلا بكم. ويقول كمان قديس يوستينوس الشهيد، يقول لقد كان الحمل الذي سر الله أن يقدم ذبيحة للفصح رمزا للسيد المسيح الذي بدمه يدهن المؤمنون به بيوتهم، أعني أنفسهم. وكان الخروف الذي أمضى نشوة كلية رمزا لآلام الصليب التي مر بها السيد المسيح، الذي كان يشوى ويحمل في شكل صليب، لأن سيخا كان يثبت مستقيما من خلال الأجزاء السفلية للخروف حتى الرأس، وآخر عمودي عليه عبر ظهر الخروف المتصل به سيقان الحمل. ويشير هنا الشهيد يوستينوس إلى خروف الفصح كان رمز للسيد المسيح، وشويه بالنار رمز لآلام المسيح، وتزيين سيخين متعمدين في جسم الخروف ده رمزا للصليب اللي علق عليه ربنا يسوع المسيح. هنلاقي القديس يوستينوس السعيد برضه يكمل ويقول: لكن إن كان البعض يؤدون حتى الآن أن يعيشوا في مراعاة الأنظمة المعطاة بموسى، ومع هذا يؤمنون بيسوع المصلوب ويعترفون له ومسيح الله الذي أعطى له أن يكون الديان المطلق للجميع والذي ملكوته لا ينقرض، فهؤلاء يمكنهم أيضا أن يخلصوا، بدل ما عارف أن الصليب هو الأساس الذبيحة، وعايز تذبح ذبح عادي يعني مفيش مشكلة. وللتأكيد بنحتفل في كنائسنا بعيد القيامة في الأحد الذي يلي الاعتدال الربيعي وبعد عيد الفصح، لازم الاثنين عشان يكون الرمز أتى الأول اللي هو خروف الفصح كده المصلوب ربنا يسوع المسيح، يجي بعد كده المصلوب ربنا يسوع المسيح. تمام. كمان بيقول قديس يوستينوس إن السيد المسيح الذي في يده ملكوت من الكتبة والفريسيين بأمور كثيرة ويصلب في اليوم الثالث، يقوم ثانية ويظهر ثانية في أورشليم ويأكل ويشرب مع تلاميذه. ده تأكيد على الأحداث دي. كمان في كتاباته قال: لأنه لما صلبوه مسمرين إياه ثقبوا يديه ورجليه، وهؤلاء الذين صلبوه اقتسموا ثيابه بينهم، فاقترع كل واحد على ما اختاره، وهكذا احتكموا إلى القرعة فيما حصلوا عليه. نيجي بعد كده خلصنا كلمات بعض كلمات القديس يوستينوس الشهيد، نتكلم أريستيدس. أريستيدس قال إيه عن صلب المسيح؟ أرسطوتس قال إيه؟ مدافع عن المسيحية، مسيحي أثيني من أثينا يعني من أصل غير يهودي الأصل أممي من القرن الثاني الميلادي، ظلت أعماله مفقودة لغاية القرن ال19 باكتشاف 3 نسخ منها بلغات أرمينية سريانية يونانية. وجاء في وصفه للسيد المسيح في رسالته الدفاعية عن المسيحية كان موجهة للإمبراطور الروماني أنتونيوس بيوس، وأنتونيوس بيس ده اللي حكم ما بين سنة 138 و 161 ميلادية، بيقول عن المسيح فيها، بيقول: هم هو ثم ابن الله العلي، وكتب أنه نزل من السماء وأخذ جسدا من عذراء عبرانية، هو يسوع الذي ولد من نسل العبرانيين، واتخذ له 12 رسولا لأجل إتمام مرض التجسد، وهو نفسه الذي طعن بواسطة اليهود ومات ودفن، وبعد 3 أيام قام وصعد إلى السماوات. وبأيدها هنا النص القرآني: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. واضح. قديس إيرينيوس أسقف ليون من سنة 140 لسنة 202 يقول إيه قديس إيرينيوس؟ يقول: الخطية
التي حدثت بواسطة الشجرة قيلت بواسطة الطاعة على الشجرة التي صلب عليها ابن الإنسان. الخطية جت من شجرة والصلب جه على الشجرة على خشب. الخشب جاي منين؟ جاي من الشجرة. جاي منين؟ جاي من الشجرة. مطيعا لله مبطلا بهذا معرفة الشر ومعطي للبشر معرفة الخير، لأن الشر يتمثل في عصيان الله، أما الخير فهو طاعة الله. هو طاعة الله. لذا يتحدث الكلمة على فم النبي معلنا مسبقا الأمور العتيدة الذي سوف تحدث في النبي، هو الذي يتنبأ بالمستقبل. وقال في كلمته: وأنا لم أعاند إلى الوراء، لم أرتد، بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتف خدي الناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. هكذا بواسطة الموت، موت الصليب وطاعته، غفر العصيان الأول الذي حدث بواسطة الشر. وبيقارن القديس رينيه هنا بين العصيان الأول للإنسان اللي حدث بالشجرة، وزيد بواسطة طاعة الابن وموته أيضا بواسطة الشجرة على خشب الصليب، على خشبة الصليب. كده كلامنا جزئيا عن القديس رينيوس بخصوص الصليب. نجيب بقى قول القديس إقليماندوس السكندري اللي كان في فترة 150 ميلاديا ل 215. احنا جبنا كده من القرون، من القرن الأول والقرن الثاني. هلاقي قديس إقليماندوس الإسكندري قال إيه؟ ذهب يسوع ليأكل الفصح المقدم من اليهود حافظا بهذا العيد، لكنه حينما كان يعظ فإنه كان هو الفصح حمل الله الذي اقتيد كخروف لسفح، وسلم تلاميذه هذا السر في اليوم الثالث عشر من نيسان. في اليوم التالي تألم مخلصنا بواسطة اليهود الذي هو الذبيحة اللائقة جدا. يعني أكد هنا قديس إقليماندوس إن المسيح هو الذبيح الحقيقي، الفصح الأساسي لينا كمسيحيين ودينا كعالم، العالم ككل. كلام جميل بس عميق، يعني خليكم معلش مستحمليني شوية لأن الكلام عميق قوي جدا. يعني الكلام عميق. الكلام العلامة ترتيليانوس قال ايه؟ سوري يا جماعة عشان فيه لسه حاجات. أنا لازم أشوف اللي في الإنترنت. ثانك يو كروسيدر، ثانك يو لكل واحد يا جماعة بيشارك، سواء بيشارك بالدعم، بيشارك مشاركات كده فنية، وأكتر مشاركات المادية والمشاركات بتاعت اليوتيوب، أشكركم عليها جزيلا. وبرضه مشاركاتي. علامة ترتيليانوس 145 ل 220 قال: صلب ابن الله ولست اخجل من هذا، لان الرجال الذين صلبوه هم الذين يجب ان يخجلوا من عملهم هذا، ومات ابن الله وهذا شيء موقن بكل الطرق، وهو قد دفن وقام ثانية، وهذا حقيقة مؤكدة. هنا اقرار العلامة ترتليانوس او العلامة ترتليان قال ان المسيح صلب ابن الله بالحقيقة، ومات ابن الله يقينا ودفن، وقام ابن الله ثانية، وهذا حقيقة مؤكدة. نيجي بقى الشخص الذي كان ضد العالم كله والعالم كان ضده، القديس أثناسيوس الرسول الإسكندري 296 ل 373 ميلادي. يقول: وإن كان الموت الذي كان فيما سبق جبارا ومخيفا قد صار محتقرا من بعد مجيء المخلص وموته وقيامته بالجسد، فمن الواضح إذن أنه بفضل المسيح الذي صعد الصليب غلب الموت وأبطل أيضا. أكد هنا قديس موت السيد المسيح على الصليب أبطل الموت، يعني بالموت أبطل الموت. خذوا الذي لا يموت الذي من أجلنا صار إنسانا،
وصبر على موت الصليب وقبله في جسده وهو أزلي غير ميتين. بعد كده 11 القديس كولوس الأورشليمي، متخيلين إن في 11 واحد بيتكلموا عن نفس الحدث وبيأكدوه غير الكتاب المقدس. 313 ل 386 يقول القديس كورولوس الأورشليمي إن كل عمل المسيح هو بمثابة مجد للكنيسة الجامعة، لكن أكثر الأعمال مجدا هو صليبه. هو صليبه، وبيوضح إن ده أكثر مجد. وكمان القديس كورولوس الأورشليمي، مات المسيح لأجلنا على الصليب وفدى كل العالم، لأن الذي مات لأجل الجميع لم يكن مجرد إنسان بل ابن الله وحيد الجنس. كانت الخطية تمكنت بإنسان واحد آدم أن تحمل الموت إلى العالم، أي بخطية الإنسان ساد الموت على العالم، فكيف لا تملك الحياة بالأكثر ببر الإنسان الواحد اللي هو المسيح. وإن كان الأبوان الأولان قد طرد، أمين، قد طرد من الفردوس بسبب أكلهما من ثمار الشجرة، فكم بالحري يدخل كل الذين يؤمنون بالمسيح إلى الفردوس بسهولة بفضل خشبة صليب يسوع. كمان يعلن القديس كورولوس بوضوح إن السيد المسيح مات لأجلنا على الصليب وفدى كل العالم، كل يعني كل، بس اللي استفاد هو اللي هيقبل الفداء، اللي هيقبل يآمن يتحمل ويعيش مسيحي، يحاول قدر المستطاع ينفذ الثلاثة دول احتراما لمجد اسم المسيح. ده توضيح قوي. كمان قال القديس كيرلس، آلامه إذن كانت حقيقية لأن المسيح صلب حقا، ولا نخجل من هذا الأمر، قد صلب ولا أنكر المصلوب، بل بالحري أفتخر وأنا أقول هذا. وإذا أنكرته الآن فإن الجلجوسة التي نحن مجتمعون بالقرب منها تقنعني، وتقنعني أيضا خشبة الصليب التي وزعت الصليب، لأني أؤمن بالقيامة، لأنه لو ظل ميتا بعدما صلب ولم يقم لما كنت أعترف به. يعني لو ما قامش ما كانش أعترف به، وكنت سوف أخفيه هو، لكن لأن القيامة عقبة الصليب لذلك لا أخجل من الاعتراف به. القديس يوحنا ذهبي الفم 347 ل 407 12 12 يوليو، أمين. لكن السيد المسيح لم يعوقه شرًا، بل استخدمه لتدعيم الحق وإثبات موته علنيا، ولهذا جاءت النتيجة على عكس ما تمنوا. كانوا يتمنون أن يغزوه بالصليب، لكن بالصليب أشرقت الحقائق أكثر. لقد قالوا كثيرا دعنا نضعه للموت حتى لا يأتي الرومان ويأخذون أمتنا مكاننا ومكاننا. وفعلا بعدما أمتوه حدث هذا، وهنا أيضا، لكن كان غرضهم أن يصلبوه علانية ليشهروا به. ولكن النجاة عكسية تماما، يعني يؤكد أن الحقائق جلية قدام الكل، ويقول هل يوجد مثيل لهذه الوقاحة؟ لقد بصق هؤلاء على هذا الوجه الذي لما رآه البحر عظمه. يتفهم المسيح ده، في أشخاص احنا بنتهينا منهم وتعرفنا عليهم في حياتنا يستحقوا هذا الفعل. مش المسيح، مش الذي صلب لأجلنا، مش اللي دفع عننا، مش اللي دفع الثمن لأجلنا يا جماعة. يعني الواحد بيحاول يمسك نفسه ما يغلطش في الناس اللي بتغلط فيه على قد ما يقدر. طب يا بالك بقى اللي أعطى حب، أعطى محبة، محبة غير مشروطة، ومحبة لا تقارن بها محبة الذي أحبنا حتى الموت وأسلم نفسه لأجلنا، تتفوا عليه. طب هو مديكوا فرصة العمر، بعد العمر ما يخلص لا خلاص، تفتوا عليه وضربتوه شتمتوه
حقه بقى. وانتوا ما قلتوش، قلتوا انا اسف فيه، ما تبتوش اتصرف معاك. نشوف اقوال بيقولوا القديس نزابيل يقول: والذي لما نظرته الشمس على صليب منعت اشعتها. حصل كسوف في وقت ما كانش ينفع اصلا يحصل فيه كسوف. اللي دارس فلك هيتاكد من المعلومه دي. وقت السيد المسيح ده تقريبا وقت اعتقد قمر 14، قمر 14 ما ينفعش يعمل كسوف مع الشمس. الجيل الذي في ايديهم وبعضهم لحماقتهم هزوا رؤوسهم باستهزاء، استهزأوا بيتريقوا عليه، تريقوا على المسيح. بتتريق على المسيح: لقد لطموه بقسوة في إهانة بالغة، وصفعوه بكفوفي أيديهم. وبالإضافة إلى هذه الإهانات العديدة، بصقوا عليه متجمعين عليه في سخرية، قائلين له: تنبأ يا المسيح، أنا الذي لطمك. وذلك لأن الجموع كان يدعونه نبيا. إيه الفوق الفجر اللي انتوا فيه ده؟ ايه الفجر ده؟ يعني غباء قول، جهل قول، وقاحة قول، وساخة قول، كل ده حصل منهم. انا كده مش بشتمهم، شكرا يوسف سريان، الله يبارك. انا كده مش بشتمهم، ده حقيقة، ده هو ده حقيقة ما فعلوه مع المسيح، حقيقة ما فعلوه. ايه التعامل الغبي اللي هم عاشوا فيه ده؟ ايه ده؟ طب هل وقفنا في كتابة الكنيسة عند النقط دي؟ لا. قوانين الإيمان، احنا قلنا لقانون إيمان نقيا، قانون إيمان نقيا القسطنطيني اللي هو قانون الإيمان كاملا، قلنا إن هو مهم، بس جه قبله 7 قوانين إيمان كلهم مستندين للكتاب المقدس، ما فيش عليهم أي شبهة ولا أي مشكلة. أكدوا صلب المسيح وقيامته. نتفرج. قانون إيمان الرسل أوائل القرن الثاني: وتألم في عهد براس البونتي وصلب ومات ودفن ونزل الجحيم، وفي يوم الثالث قام من الأموات. الأولاني. الثاني: قانون إيمان القديس ليناوس، ليون فرنسا، ليون مش ليون، ليون هننطقها فرنساوي بقى، 120 ل 202، يعني القرن الثاني، الذي صار جسدا من العذراء لأجل خلاصنا وآلامه في عهد بيلاطس البنطي وقيامته من الأموات. الله، هات لي يا معلم قانون الإيمان الثالث. قانون إيمان كان في الثاني 145 220، ده قانون العلامة ترتليان، معلمة ترتليانوس. ثبت على الصليب اللي هو في عهد بيلاطس البنطي، مات ودفن، قام في اليوم الثالث. الله، هات لي يا معلم ايمان الرابع، قانون ايمان ايريجينوس، علمه ايريجينوس في اسكندريه. ترتليان كان في شمال افريقيا، ايريجينوس في اسكندريه قبطي. 230 يقول: تألم حقا ومات وقام من الأموات. شكرا، هو أكد جوه، أكد الموت. 5، قانون إيمان لوقيانوس أو لوسيان في أنطاكيا سوريا 300 مليون، يقول: الذي تألم من أجلنا وقام من ده بيحصل في بلاغات تانية ولا ايه؟
قانون الإيمان القديس يوسابيوس، الله أعلم كان قديس ولا مش قديس. لا خليها قانون إيمان الأسقف يوسابيوس قيصرية 325، لأن عليه كلام يقول الذي من أجل خلاص صار جسدا بين البشر وتألم وقام في اليوم الثالث. الله محبة بيشهد بموته. سبعة في قانون إيمان القديس كيرلس الأورشليمي 313-386 يقول بموته. سبعة في قانون إيمان القديس كيرلس الأورشليمي 313-386 يقول تجسد وتأنس وصلب ودفن وقام في اليوم الثالث. الله محبة، يؤكد هنا تأنس والصلب والدفن. أنا صراحة صلب. تمانية قانون إيمان مجمع نيقيا، وده القانون الرسمي اللي بتعترف بيه كنائس المسيحية في كل العالم، أرثوذكس، إنجليين، أنجليكان، كاثوليك، كل دول الأربع كنائس الكبار اللي تحتهم أي كنائس تحت هذه الكنائس، يعني تحت مظلة الكنائس التقسيمة دي. بيقول نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور، نور من نور إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا لازم يجينا نحن البشر من أجل خلاصنا، لازم السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين الآب. الله محبة، إيه الحلاوة دي كلها، إيه الحلاوة دي كلها. لسه احنا هنقول لكم حاجات حلوة تانية هنكملها، بس شوف لو في أسئلة عند حضراتكم. حد عنده أي أسئلة في هذا الصدد؟ حد عنده أي أسئلة في هذا الصدد؟ اللي عنده أي أسئلة في هذا الصدد يقول له، يقول له. هنلاقي طقوس الكنيسة بتتكلم إزاي عن هذا الموضوع، موجودة في كل شيء. بولس الرسول كان في غلاطية 6:14 يقول وأما من جهتي فحاشا لي أنا أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. العدد قال لي يا جماعة لو سمحتوا شاركوا البث، من فضلكم شاركوا البث، من فضلكم. هكمل صدقوني هكمل، بس عشان برضو الإفادة تبقى كل الكتاس كتيرة مع بعضينا كلنا. هنلاقي بعد كده وجود الصليب والمبنى الكنسي موجود عندنا في الكنائس، بنلاقي الصليب مرفوع بس بيقطع. طب وكده تمام ولا وحش؟ كده تمام ولا وحش؟ كده تمام ولا وحش؟ الصليب والمبنى موجود فوق المبنى الكنسي، موجود على حامل الأيقونات، موجود على الصينية اللي بيتم فيها عمل سر التناول، موجود في أكتر من حاجة، موجود في المنارة، موجود في لبس الشمامسة، موجود بنلبسه على صدرنا. عدنا في مديح للثلاثة فتية اسمه قريب سليم. المديح ده بيتقال فيه التيرول الذي صلب عنا وكبر ويأم وأبطال الموت وأهانوا سبحوه وزدوه علوا. وفي صلاة يوم الجمعة هذا هو اسم الخلاص الذي ربنا يسعى المسيح وصليبه المحيا الذي صلب عليه
طوبى للإنسان الذي يترك عنه هذا الأمر تمامته المملوءة تعبانا قدر النفس، يحمل الصليب يوما فيا يوما ويصيق عقله وقلبه باسم الخلاص الذي ربنا يسوع الماسي. وفيزيكسولوجية للصليب. شكرا مارك مكاش. نحن أيضا معشر الشعوب أبناء الأرثوذكسيين نسل صليب ربنا يسوع المسيح. بولس الرسول ينطق بكرامة الصليب قائلا: ليس لنا أن نفتخر إلا بصليب المسيح. أيها المؤمنون مؤمنون، فلنسبح ربنا يسوع المسيح ونسجد لصليب الخشب المقدسة المحيية. وأشياء كثيرة جدا جدا. و على السياط وخديك حملتهما للطم لأجل أن خزي البصر. الصليب كمان موجود في صلاة الأجبية أياما في اليوم السادس وفي الساعة السادسة، ثم ارتفع الصليب من أجل الخطيئة التي تجرأ عليها بني آدم في الفردوس. مازك سياق تأكد أن هناك اهتمام كبير، والأناجيل ورسالة بطرس الأولى ورسالة كليمندوس الروماني تؤيد الاعتقاد بصور مختلفة. كمان في أعياد للصليب كتيرة في الكنيسة. في عيدين للصليب، الأول من 17 فليقطع إلا إذا منعه مرض جسداني، فإن كان من العلمانيين فليفرق. وجاء في الدسقليون: ولما قام بين الأموات إلى آخره، قال: أعطانا أن نصوم يوم الأربعاء والجمعة. في كتاب الديدكية: لا يكن صومكم مع المرائين اليهود الذين يصومون الاثنين والخميس، بل صوموا الأربعاء والجمعة. وقابلكم فيديو جديد مع قناة دكتور أوجستين، سعدت بحضراتكم النهاردة. قلنا كام دليل كده خارج الكتاب المقدس، وهي أدلة أقوى وأقوى 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 تاريخية هتشوفوها بإذن الله في البثوث القادمة. عايزين نثبت ميعاد للبث يا جماعة، إيه رأيكم؟ يوميا ميعاد لبث اليوتيوب، ويوميا ميعاد لبث التيك توك. خلينا بس اليوتيوب يبقى الساعة 8 مساء، وبس اليوتيوب الساعة 10. ايه رأي حضراتكم؟ هل في اي شيء؟ ألقاكم على خير. شكرا جزيلا لكل الحاضرين معنا، ربنا يبارككم. ويعني يا ريت تعرفوا حضراتكم، عرفوا الباقيين كلهم، كل اللي حضروا البث ما حضروش بالحساب. سلام الله يكون معكم ويدوم فيكم. حد عايز مني حاجة؟